عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، حياكم الله ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم سوف نتناول فيه النت. فما النت؟ النت لفظ مشتق من كلمة نعت بمعنى وصف. إذا فالمنعوت هو الوصف، يصف لنا شيئا أو شخصا ما، مثل كبير، صغير، طويل، قصير، كريم، نبيل، إلى غير ذلك من الصفات. إذا فالنعت صفة، ويمكننا تعريف النعت بأنه اسم يصف اسما قبله يسمى المنعوت. تأملوا معي هذا المثال: المواطن المخلص يحب وطنه. المواطن المخلص يحب وطنه. بماذا وصف المواطن؟ نعم، وصف بأنه مخلص. إذا المخلص صفة. ماذا تسمى هذه الصفة؟ نعم، تسمى نعتا. إذا المخلص نعتا. إذا هذا النعت لأنه وصف اسما قبله المواطن. وماذا يسمى الاسم الذي يصفه النعت؟ نعم، يسمى منعوت. إذا فالنعت يصف المنعوت ويتبعه في جميع الحالات الإعرابية، وهذا ما سنراه خلال هذه الخطاب. إذا قلنا أن النعت يتبع المنعوت في جميع الحالات الإعرابية، فالنعت والمنعوت يتطابقان من حيث العدد، من حيث النوع، من حيث التذكير والتحريف، وكذلك من حيث الحالة الإعرابية. نأخذ الحالة الأولى، التطابق من حيث العدد. إذا فالنعت يتبع المنعوت في الإفراد، التثنية والجمع. في الإفراد: جاء الولد المهذب. أين هو النعت أو الصفة في هذه الجملة؟ نعم، المهذب. إذا المهذب نعت. وأين هو الموصوف؟ نعم، الولد. إذا فالولد منعوت. ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن المنعوت جاء مفردا، والمفرد هو ما دل على واحد، ولذلك فالنعت قد أتى أيضا مفردا. إذا فالنعت يتبع المنعوت في إفراده وفي التثنية، مثل جاء الولدان المهذبان، وكذلك في الجمع جاء الأولاد المهذبون. إذا نلاحظ أن النعت والمنعوت كلاهما مفرد في الجملة الأولى، كلاهما مثنى في الجملة الثانية، وكلاهما جمع في الجملة الثالثة. إذا هنا في هذه الحالة قد طابق النعت والمنعوت من حيث العدد. نأخذ الحالة الثانية، التطابق من حيث النوع. النعت يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث. في التذكير مثل قرأت كتابا مفيدا. أين هو النعت هنا؟ نعم، مفيدا. مفيدا نعت. ما هو الشيء الموصوف أو المنعوت؟ هو كتابا. إذا كتابا منعوت. وهنا نلاحظ أن المنعوت قد جاء مذكرا، وبالتالي لا بد للنعت من أن يأتي أيضا مذكرا. إذا فالنعت يتبع المنعوت في التذكير وكذلك في التأنيث، من قرأت قصة مفيدة. إذا نلاحظ أن النعت والمنعوت في الجملة الأولى كلاهما مذكر، وفي الجملة الثانية كلاهما مؤنث. إذا في هذه الحالة قد طابق النعت والمنعوت من حيث النوع. نمر إلى الحالة الثالثة، التطابق من حيث التذكير والتعريف. إذا فالنعت يتبع المنعوت في التذكير والتعريف. في التذكير من انتطيت جوادا أصيلا. إذا أصيلا نعت لمنعوت جوادا، جوادا منعوت. وهنا نلاحظ أن المنعوت قد جاء نكرة غير معرفة بأن، وبالتالي فالنعت أيضا جاء نكرة. إذا فالنعت يتبع المنعوت في تنكيره وكذلك في تعريفه، مثل انتطيت
الجملة الأولى كلاهما نكرة. أما بالنسبة للجملة الثانية فالنعت والمنعوت كلاهما معرف. إذا في هذه الحالة النعت يطابق المنعوت في التذكير والتعريف. نمر إلى الحالة الأخيرة وهي التطابق في الحالة الإعرابية. إذا فالنعت يتبع المنعوت في الرفع وفي النصب وكذلك في الجر. في الرفع مثل هذه بطاقة بريدية. إذا بريدية نعت منعوت بطاقة، بطاقة منعوت. نلاحظ هنا أن المنعوت جاء مرفوعا وبالتالي فالنعت لابد أن يكون مرفوعا. إذا فالنعت يتبع المنعوت في رفعه وكذلك في نصبه من أرسلت بطاقة بريدية. وفي الجر أيضا يتبع وفي الجر أيضا من توصلت ببطاقة بريدية. إذا فالنعت والمنعوت كلاهما مرفوع في الجملة الأولى وكلاهما مرفوع في الجملة الثانية وكلاهما مجرور بالنسبة للجملة الثالثة. إذا في هذه الحالة فالنعت قد طابق المنعوت في الحالة الإعرابية أي في الرفع والنصب والجر. إذا ماذا نستنتج من خلال ما رأيناه الآن؟ نستنتج أن النعت تابع، قلنا تابع لأنه يتبع المنعوت في جميع حالته الإعرابية. النعت تابع يصف اسما قبله يسمى المنعوت. يتبع النعت منعوته في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيثه، وفي تذكيره وتعريفه، وفي رفعه ونصبه وجره. شكرا تغاري على حسن انتباهكم وإلى اللقاء.